إذن هناك رابط لابد أن تربط بين عصام حجي من ناحية، محمد البرادعي من ناحية أخرى، عزم بشارة من ناحية ثالثة، الكيان الإسرائيلي من ناحية رابعة، الولايات المتحدة الأمريكية التي تحرك العرائس من ناحية أخيرة. زعزعة مصر هو هدف بعض أجهزة الاستخبارات عن طريق بث الفرقة داخل مصر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تويتت وتغريدة عصام حجي في هذا التوقيت بتندمج وبتحتضن تغريدات محمد البرادعي في الفترات الماضية. إذن أنا عندي عصام حجي البرادعي ده محور، عندي حمدين صباحي أبو الفتوح محور آخر، محور الداخل أبو الفتوح شفنا عمل إيه يوم الجمعة الماضية، والبرادعي قال أنا خايف يقتلوني، والحمدين قال لازم نعمل فريق نواجه بيه السيسي في الانتخابات 2018. يبقى عندي محور داخلي بيقوده حمدين وأبو الفتوح، محور الفاشلين في الانتخابات الماضية بيتحركوا في الداخل إثارة القلاقل والفتن مبكرا، في الخارج المحور الخارجي محور عصام حجي محمد البرادعي علينا أن ننتبه، المحور الخارجي اللي بيقوده المغردون، والمحور الداخلي اللي بيقوده البكاؤون، هنا بكاؤون وهناك مغردون، ومصر في المنتصف والشعب المصري في المنتصف، هناك جالسون على مقاعد السلطة، هناك جالسون على مقاعد المسؤولية يصلون الليل بالنهار من أجل توفير فرصة حقيقية لنهضة هذا الوطن. ونجد هناك محاور كماشة خارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنطلق من الغرب، من الولايات المتحدة الأمريكية عصام حجي، أوروبا والنمسا محمد البرادعي، ومن الداخل هنا الأخ حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. الناس تنتبه، وعايزين ناس مصريين حقيقيين، مصريين بسطاء، مصريين غير ملونين يخشوا الانتخابات. دعوة إلى كل أبناء الشعب المصري اللي شايف في نفسه فرصة حقيقية لأنه يخوض غمار انتخابات رئاسية أو غير رئاسية، يتقدم شريطة أن يكون مصريا، أن يكون مصري الهوى والهوية، أن يكون مصري اللون، أن يعفر قدمه ووجهه في تراب مصر، يركب قطر درجة ثالثة، يمشي في الأسواق، يتكلم لغة المصريين، يركب اتوبيس، يتحرك وسط الناس، يحس بالناس، يشم ريحة مصر، يطلع ريحة مصر. أنا أعتقد أنه مصر في حاجة إلى مصريين حقيقيين.